مشاهدينا الكرام بنرحب بكم في حلقه جديده من برنامجكم عبر الكتاب حلقه اليوم هي بعنوان اعتراضات على صلب وقيامه المسيح المسيح قام بالحقيقه قام هذا هو الايمان المسيحي من اول ما قام يسوع المسيح والى يومنا هذا وسيظل الى اليوم الذي فيه ياتي ثانيه فالصليب والقيامة هما جوهر الإيمان المسيحي. فالصليب هو قلب الإيمان. لأنه عمل الله، لأنه الفداء، لأنه الكفارة، لأنه به صار لنا نحن الخطاه والأثمة. غفرت خطايانا وصار لنا أيضاً حق الشركة والعلاقة مع الله والحياة الأبدية. والقيامة هي روح الإيمان المسيحي. فبدون القيامة يصبح الصليب جسد بلا روح ولاجل هذا على مدار كل التاريخ المسيحي منذ ان بدا الايمان المسيحي والى يومنا هذا هناك محاربات كثيره مرتبطه بالاخص بصلب المسيح وبقيامه المسيح اليوم اريد ان اتحدث عن بعض الاعتراضات على صليب المسيح وعلى قيامه المسيح الاسبوع الماضي تكلمنا عن معرفه يسوع الكليه لكل احداث الصليب فهو الشخص الوحيد الذي عاش على هذه الارض وكان يعرف مكان وزمان ومتى ولماذا واين كل تفاصيل الصليب تكلم عنها الرب يسوع ورأينا كلام الرب يسوع مرات ومرات ومرات في الأناجيل الأربعة عن إنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم، وينبغي أن يموت، وينبغي أن يرفع، وينبغي أيضاً إنه يهان، كل هذه الإشارات الكثيرة التي تحدثنا عنها الأسبوع الماضي والتي تؤكد سلطان يسوع المطلق على حياته، وإنه هو وحده صاحب السلطان لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها. أيضا بذكر حضراتكم بأن خطوط تليفوناتنا مفتوحة وبنرحب بكل مداخلاتكم وبكل أيضا استفساراتكم المتعلقة بصليب المسيح وبقيامة يسوع له كل المجد هناخد أول اعتراض أو هناك اعتراض موجود بيتكلم فيه البعض بخصوص صلب الرب يسوع وهذا الاعتراض مبني على نص من نصوص الكتاب المقدس مبني على كلام قاله رب يسوع لليهود عندما طلبوا منه ان يصنع آيه. يقول الكتاب في انجيل متى وفي اصحاح 12 وابتداء من عدد 38 الى 40 هذه الكلمات حينئذ اجاب قوم من الكتبه والفرسين قائلين يا معلم نريد أن نرى منك آية خلوا بالكم أن رب يسوع عمل آيات كثيرة وكلمنا عن المعجزات التي صنعها يسوع وهنكمل بإذن يسوع دراستنا في هذه الموضوعات الشيقة في الأسابيع القادمة فهم طلبوا من الرب يسوع أن يريهم آية وهنا الآية مش عشان يؤمنوا يعني مجرد ورينا بقى القوة السحرية اللي عندك اللي بتصنع بيها الآيات فأجاب وقال لهم جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي كويس خلوا بالكم هنا آية يونان النبي وهنا اليهود كلهم عارفين أنه يونان اللي حصل أنه الرب دعا يونان أنه يذهب إلى نينوى ويكرز لأهل نينوى علشان يرجعوا عن خطاياهم لكن يونان بدافع القومية اليهودية اللي عنده وبدوافع أخرى قرر أنه يهرب من وجه الرب وياخد سفينة ويذهب بها إلى ترشيش اللي هي أسبانيا لكن الرب أهاج البحر عليهم وأضطر البحر أنه يرموا يونان في البحر فأتى حوت والرب دبر حوت وأتى وبلع يونان وقعد يونان في بطن الحوت ثلاث أيام وثلاث ليالي وبعد كده الرب أمر الحوت أنه يلقي يونان خارجا فيقول هنا وعندنا سفر كامل في العهد القديم اسمه سفر يونان يعتبر واحد من أسفار الأنبياء الصغار فهنا بيقول أنه الرب ليهم انه جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاثة ليالي هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاثة ليالي أنا هاجل النص ده ونحاول نحلله مع بعض بالتفصيل لكن خلونا نتفرج على فيديو بيقدم لينا هذا الاعتراض على صلب يسوع المسيح How can i prove that Jesus was not crucified? That how can i prove that Jesus wasn't crucified peace be upon him. The Quran says in surah nisa chapter 4 157 they killed him not neither did they crucify him it was only made to appear so. So Quran is clear وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا salabu They killed him not, neither did they crucify him. If I have to prove to are you a Christian, brother? I am. If you read the Bible, it's mentioned in the Bible in the Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38. When people come to Jesus Christ, peace be upon him, and tell him that, oh Master, show us some signs. So Jesus Christ, peace be upon him, replies, Ye evil and adulterous generation, seeketh thee after a the sign. No sign shall be shown to you except the sign of Jonah. For as Jonah was three days and three nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth. Brother, do you know the story of Jonah? Jonah, Jonah. I do. You know. Now Almighty God tells Jonah that go to Nineveh. Jonah, being a prophet of God, he says the people of Nineveh they will not understand, they will not listen to me. He goes to Joppa. It uses going to Nineveh. So while he's going in the ship in a boat to Joppa, there's a storm that comes into the sea. This is mentioned in the book of Jonah. Book of Jonah is less than two pages. At that time, there was a superstition that the storm in the sea is due to some person not obeying the commandment of the master. So Jonah, being a prophet of God, he volunteers. I'm the one who is disobeying my master. And at that time, it was a superstition that if you throw the person in the water, the water will become calm. So Jonah volunteers. I am disobeying my master, throw me overboard. I am asking you the question when Jonah was thrown overboard, was he dead or alive? Jonah, when he was thrown overboard into the sea, when the storm comes, was Jonah dead or alive? He was, he was alive, alive. Alive, very good. When a person is thrown in the sea, where there is a storm, a person ought to die. Was Jonah dead or alive when he was thrown in the sea? He was alive. Alive. If he dies, no miracle. As Tom, a normal person dies. He's alive, it's a miracle. A fish comes and gobbles him up. A fish comes and swallows him up. When the fish swallows him up, was Jonah dead or alive? Alive. Alive. Three days and three nights, the fish takes him around the sea in the belly of the fish for three days and three nights. Jonah prays to Almighty God. While he was in the belly of the fish, was Jonah dead or alive? Alive. Alive. Alive, alive, alive. The fish vomits him out. Jonah comes onto the show. Was he dead or alive? Alive. 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 Alive, 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 alive. Miracle of a miracle of a miracle of a miracle. I'm asking you the question. When Jesus Christ, peace be upon him, according to the Bible, when he was taken down from the cross, he was put in the grave. In the sepulchre. In the sepulchre was Jesus dead or alive? Was dead? Dead. Dead. If he's dead, does he fulfill the sign or not? But he was raised to birth. In the sepulchre, in the grave, was he dead or alive? Dead. Dead or alive? Dead. If he was dead, is he fulfilling the prophecy? Jesus Christ, peace be upon him, said, No sign shall be given to you except the sign of Jonah. For as Jonah was three days and three nights in the belly of the fish, so shall the son of man be three days and three nights in the heart of the earth if jonah was alive for jesus christ to fulfill the prophecy peace be upon him he should be dead or alive dead or alive he should be he should be alive he should be alive and he was alive why do you say he was dead are you trying to say that jesus christ peace be upon him lied if you say he was dead that means you are saying jesus was a liar knows billah That means Jesus was alive. What has been told to you by the church is wrong. Do you believe in the church or do you believe in Jesus Christ? Peace be upon him. طبعا للإجابة على الاعتراض ده إنه الدليل على على صلب المسيح إن المسيح مات ولا ما ماتش هو أول حاجة استخدمها قال النص القرآني وإحنا طبعا النص القرآني ده, ده نص عباره انا بسميها عباره ليس لها اي سند لا تاريخي ولا حتى يعني سند من شهود عيان لكنها مجرد عباره ما قتلوه وما صلبوه يعني دي دي عباره واحنا لا نعتد بها لانه من قالها لم يكن واحد من شهود العيان ولا يمكن ان تؤخذ بهذه الشهاده أو تؤخذ هذه الشهادة في أي محكمة مهما كانت هذه المحكمة حتى المحاكم الأرضية الظالمة لا تأخذ بهذه الشهادة لأنها شهادة خالية من أي مصداقية. لكن أنا يهمني قوي النص الكتابي اللي اتكلم عنه اللي هو رجع إلى متى وأصحاح 12 وعدد 38 إلى عدد أربعة إلى عدد 40، طبعًا هو بيقول انه لا تعطى لكم ايه الا ايه يونان النبي وبما ان يونان النبي اترمى في البحر والحوت بلعه وظل حي في في بطن الحوت ثلاث ايام فالايه لابد أن يكون المسيح ايضا بعد لما يعني خدوه ما يكونش انه ميت لكنه يكون حي وبعد ثلاث ايام يطلع من القبر ده علشان تبقى ايه والا يكون المسيح كاذب وحاشا له ان يكون هكذا طيب أول حاجة الـ 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 الحجة دي أو الاعتراض ده أول من اتكلم عنه كان أحمد داد في كتابه ماذا كانت آية يونان واللي نشره سنة 76 1976 بنيت أساسا هذه الحجة على افتراض واحد وهو افتراض غير منطقي إذا كان يونان قد ظل حيا والاعتراض تلخيصها إن هو إذا كان يونان قد ظل حيا خلال بقائه في جوف الحوت، اذا فالمسيح كان يجب ان يظل حيا في القبر بعد انزاله من الصليب. هو عايز يقول هو عايز ينفي فكره الموت. هو عايز ينفي فكره الموت، عايز ينفي حقيقه الموت عن الرب يسوع من خلال كلامه عن يونان بما ان يونان قعد 3 ايام وثلاث ليالي في بطن الحوت حي فالمسيح كان عشان يشبه يونان لابد ان يكون ايضا حي في القبر مش مش ميت طبعا للرد هقول بعض الـ 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 الاشياء المتعلقه بالرد على هذا الاعتراض اول حاجه الكلمه اليوناني اللي هي مترجمه اوسبير دي بترجمه كما كلمة تظهر التشابه والمقارنة يعني هي هدفها أنها تقارن من, من ناحية ومن النواحي من عدة نواحي بين شيئين أو بين شخصين ويمكن بنترجمها حتى بالإنجليز دايما just as التشابه هنا قد يكون في جانب أو يكون في عدة جوانب، حتى لغوياً كلنا لما بندرس اللغة نعرف إنه لما بتستخدم كا أو كما ممكن يبقى في تشابه في جانب أو في عدة جوانب. وهذا تؤكده القرينة واللي بيحدد دون القرينة وليس الشخص اللي, بي... اللي المفسر. القرينة هي اللي بتقول لي إذا كان المقصود بالنص أو بعبارة كما مقصود بها تشابه من وجهة من ناحية واحدة أو تشابه من عدة جوانب. لو رحنا ان المعروف ان التشابه هنا في الفقره الزمنيه يعني لو رحنا للنص الكتابي نعرف انه الرب يسوع اكد على انه التشابه هو من ناحيه الفتره الزمنيه اللي قضاها كل من يونان في بطن الحوت والرب يسوع في 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 جوف او في 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 قلب الارض عشان كده اللي هي الفتره الثلاث ايام لانه قال لانه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثه ايام كان ممكن الرب يسوع يقول انه زي ما كان يونان في بطن الحوت هيكون ابن الانسان ايضا في بطن الارض من غير ما يتكلم عن ثلاث ايام ومن غير ما يتكلم عن ثلاث ليالي لانه التركيز في الرب كلام الرب يسوع هو اولا على الثلاث ايام وعلى الثلاث ليالي عشان كده قال انه زي ما يونان كان في بطن الحوت ثلاثه ايام وثلاثه ليالي وده تعبير عن ايام الكامله الايام اليهوديه الكامله هكذا يكون ابن الانسان في قلب الارض ثلاثه ايام وثلاثه ليالي فتركيز الرب يسوع هو على الزمن على الوقت اللي زي ما قضاه يونان هيقضي ايضا الرب يسوع وليس التركيز على حي او ميت ده موضوع مش مش موضوع اللي بيتكلم عنه الرب يسوع انه الايه هتكون في الفتره اللي هيقضيها ابن الانسان في قلب الارض قبل ان يقوم من الاموات استخدم السيد الرب يسوع له كل المجد نفس الاسلوب في اماكن اخرى وطبعا لو حبينا نطبق نفس المبدا اللي بيقول عليه الشيخ ذاكر يبقى يبقى برضه هنا لابد ان نطبقه، يقول الرب يسوع في يوحنا واصحاح ثلاثه وفي كلامه عن الحيه التي رفعت قديما ايام موسى يقول: وكما رفع وهنا كما يبقى الاولانيه كما كان يونان في بطن الحوت وهنا بيقول وكما رفع موسى نفس أداة التشبيه والمقارنة آه وممكن برضو بترجم just as كويس وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان وكلام الرب يسوع هنا الوجه التشابه بين الحية وبين الرب يسوع أو الحية النحاسية وبين الرب يسوع هو تشابه الرفع أنه يرفع كلمة يرفع هي اساس الكلام اللي بيقوله الرب يسوع. الشبه هنا هو في كلمه يرفع زي ما الشبه في قصه يونان هو ثلاثه ايام وثلاثه ليالي. طبعا لو خدنا المبدا اللي بيتكلم عنه شيخ ذاكر وقلنا انه نطبقه يبقى طب دي حيه، لكن الرب يسوع انسان. ما ينفعش يبقى يعني زي ما اترفعت الحياة يبقى لازم هو يبقى أيضا حية زي زي الحية كمان الحية دي حية نحاسية رب يسوع إنسان ما ينفعش الحية دي مادة ميتة يعني ليس فيها حياة رب يسوع يوم ما رفع على صليب كان حي كان لما رفع على صليب كان حي وقعد على الصليب إلى أن أسلم الروح فلو حبينا نطبق نفس المبدأ كل اللي بيقوله ده بيسقط وليس له اي اساس لانه الهدف منه هو مجرد انه يضل البسطاء من هذا الكلام هو كلام هدفه انه 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 يضل البسطاء ويبعدهم عن الحقيقه حقيقه موت وصلب الرب يسوع اذا طبقنا طبعا منطق ديدات وذاكر في نفس بنفس الاسلوب فيكون لابد ان يكون من لابد ان يكون المسيح نحاس لابد ان يكون ميت قبل ان يرفع وهذا منطق يناقض العقل وفي الكتاب المقدس ادوات التشبيه او المقارنه مذكوره من العهد القديم الى العهد الجديد يعني يعني حتى في مزمور 103 يقول لنا كما يتراءى في الاب على البنين يتراءى في الرب على خائفين وكبعد المشرق عن المغرب أبعد منا عنا معاصينا يبقى التركيز على جانب هو جانب الرأفة التركيز على البعد على المسافة بين المشرق والمغرب وليس أنه يبقى الإنسان زي الله والله هو نفس طبيعة الإنسان ده مش, ده مش الغرض دايما بناخد في التشبيه لما يقول بيبقى في جانب هو موضع التركيز فقصة يونان التركيز فيها هو على ثلاثة أيام وثلاثة ليالي قصة ايضا تشابه الرب يسوع مع الحيه هو في كلمة يرفع واللي دايما اللي بيستخدمها الحبيب يوحنا في الاشاره الى الصليب وذكرت اكثر من مره عن عن موت المسيح وعن صلب يسوع المسيح، فهذا المبدا مبدا مغلوط، مبدا غير منطقي لكنه بيستخدمه لكي يضل البسطاء. قلنا هنا أن الكلمة بيهدف منها السيد أن يقدم فقط شبها بينه وبين يونان وبينه وبين الحية النحاسية وهذا الشبه مرتبط بالثلاث أيام والثلاث ليالي والرفع فوق العمود شبه جزئي وليس شبه كلي كويس بيغطي جانب بيهتم بجانب من الجواب كون بقى يونان حي ميت ده مش المقصود ده مش موضوع كلام الرب يسوع مع مع اليهود موضوع كلام الرب يسوع انه ينقض هذا الهيكل وفي ثلاثه ايام يقيمه ده موضوع انه بعد ثلاثه ايام انه ابن الانسان يقوم في اليوم الثالث ولا دخل لها طبعا بالمقارنه التي ذكرها الرب يسوع انه لازم يبقى حي او ميت لا ده الرب يسوع بيتكلم عن الثلاث ايام انه آه والثلاث ليال شب تشبيه آه جزئي او شبه جزئي وليس شبه كلي طيب اجي لي جزء اخر من الفيديو بيقدم فيه ايضا اعتراض ثاني هو تكمله لنفس الفيديو بس انا حبيت اقسمه نصين لانه بيتكلم فيه عن طبعا المسيح في الجزء الثاني بيتكلم انه المسيح ما قالش انه انه هيموت طب خلينا نشوف الجزء ده وبعدين نرد عليه I'm not, that much known But do you know the sign of Jonah, yes or no? Was Jonah dead or alive in the belly of the fish? He was alive. So Jesus Christ has to be dead or alive in the earth. But why it is not mentioned in the Bible that he was alive in the earth? It is mentioned. Where does it say he was dead? It was assumed. The Roman soldiers thought he was dead. They poked a spear. They poked a spear. But he was alive. So if you see my video cassette, was Christ crucified? There are umpteen numbers of proofs. I gave you one proof. Jesus Christ, peace be upon him, did not say that, you know, I gave life to the dead, therefore I am a man of God. He put all his eggs in one basket. As Jonah was dead or alive, you are saying Jonah was alive, peace be upon him. So Jesus also, peace be upon him, has to be alive. Why do you say he's dead? Just because the priest told you. So do you believe more in the priest or do you believe in the Bible? I believe in the Bible. Do you believe in Jesus Christ, peace be upon him, or the priest? I do believe in Jesus. So Jesus Christ, peace be upon him, said, As Jonah was in the belly of the fish, so shall the Son of Man be in the heart of the earth. So Jonah was dead or alive? Jonah was alive. So Jesus Christ, peace be upon him, has to be dead or alive. So the Bible still says he was dead and he raised back to life. Where does the Bible say? I have to find it. But what I'm telling you, gospel of Matthew chapter number twelve, verse number thirty-eight. You know the sign of Jonah, na? I do. That time you are dead or alive? Alive. <laughs> so when you know the sign of Jonah and you don't know where it is said he's dead, you have to follow what is in red letter. There are many things which are mentioned by Paul, which is not part of the sayings of Jesus Christ, peace be upon him. If you know there is something like a red letter Bible, red letter Bible means whatever Jesus Christ, peace be upon him, said is in red ink. If you quote me something in blacking, I will not believe. Why? That is not the word of Jesus Christ, peace be upon him. Do you give more preference to Jesus Christ, peace be upon him, or Saint Paul? Jesus Christ. What I'm quoting to you is in red. Gospel of Matthew, note it down. Gospel of Matthew, chapter number twelve, verse number thirty-eight. So don't get me a quotation of backing. To prove this wrong, you have to get me a quotation in reding. That what Jesus Christ, peace be upon him, said. I request you to go home. read the Bible and when إن شاء الله come to the truth. أين ذكر الكتاب المقدس إن يسوع مات؟ وكل فكره إنه آه الرومان آه يعني ظنوا اعتقدوا إنه مات فنزلوه من على الصليب ووضعوه في القبر اعتقادا منهم إنه إنه مات، وبعدين آه ريد uh, 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 ليترز ال ال الحروف المكتوبه بالاحمر بعض الاناجيل فيها كلام الرب يسوع بيحطوه بالاحمر هو عايز كلام الرب يسوع اللي مكتوب بالاحمر اللي يقول ان المسيح مات وانا هجيب لك بقى كتير من اللي قاله الرب يسوع لانك بصراحه كل اللي انت قدمته وكل اللي انت عملته ما هو الا خداع وان انت بتاخد بس مجرد ايه و و و و وتحورها ب ب ليناسب تفكيرك لكن الكتاب المقدس كله واضح عن موت الرب يسوع اتكلمت المره اللي فاتت عن ايات كثيره عن يعني ذكرت يمكن عشرات النصوص الكتابيه اللي الرب يسوع اتكلم فيها بكل وضوح عن انه يموت يصلب فهل الرب يسوع كاذب ودي كلها بالاحمر وهجيب بعض الـ 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 من الـ اللي احنا ذكرناه المره اللي فاتت كام شاهد كده بس مكتوبين بالاحمر يعني بالنسبه له هو انه انه دي كلام الرب يسوع يقول كده في متى 16 متى لنا إيه؟ من ذلك الوقت من ذلك الوقت آه خليني آه استخدم من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يُظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة وإيه ها ويقتل يعني هيتألم كثيرا ونتيجه الألم انه يقتل مش يغمى عليه مش يعتقد انه مات مش انا هخدعهم على الصليب ها وهمثل و و و و و ان انا مت فينزلوني من على الصليب ما قالش الرب يسوع كده يقول ويقتل عارفين معنى كلمه يقتل بمعنى البسيط انه يموت يعني يعني مفيش واحد بيقتل نص ونص مفيش قتل كامل وقتل غير كامل انه يقتل طب ده مكتوب بالاحمر ده كلام الرب يسوع نفسه تكلم عنه طيب شاهد وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع ابن الانسان سوف يسلم الى ايدي الناس فايه؟ فيقتلونه يقتلونه، الرب يسوع كان كان واضح جدا في الكلام اللي بيقوله الكلام اللي بيقوله انه يقتل فيقتلونه. شاهد اخر مات 22، وفيما كان يسوع صاعدا الى اورشليم، اخذ الاثنى عشر تلميذا على انفراد في الطريق. وقال لهم ها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم إلي رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت وإيه؟ ويصلبوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم في مرقس إصحاح ثمانية وابتدأ يعلمهم ان ابن الانسان ينبغي ان يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنه ويقتل. ويقتل. ونفس الحكايه ويقتلونه فيحكمون عليه بالموت ويقتلونه. ده كلام الرب يسوع نفسه. ده مش كلام بولس. ولا ولا كلام يوحنا ولا كلام آآ آآ بطرس ولا كلام يعقوب ولا كلام الكنيسة زي ما هو كان بيقول إنه إنه ده كلام الكنيسة إنه المسيح لم يمت لكن الكنيسة أنت عايز تصدق الكنيسة ولا عايز تصدق المسيح طب أهو أهو المسيح أهو قال المسيح نفسه اتكلم عن موت موت المسيح ليس ليس اختراع كنيسة طيب نيجي بقى لشهاده على انه الرب يسوع مات لانه لانه هل الرب يسوع اغمى عليه ودي واحده طبعا من النظريات اللي بيقدمها الليبرالز اللي اللاهوتين المتع... اللي المتحررين الرافضين لقيامه المسيح انه لا ده الرب يسوع اغمى علينا نتيجه النزيف الكتير اللي حصل له واول ما اتحط في القبر والقبر كان راتب وجميل فبعد يوم واتنين بدا يستعد صحته وبعدين طلع من القبر حرك الحجر اللي يعني اللي وزنه اكثر من عشرة طن وزقه وصلع وقال لتلاميذ أنا هو لكن هل المسيح يسوع فعلا مات شوفوا النص الكتابي يقول لنا ايه بيقول لنا فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح على فكرة دي, دي شهادة اللي كانوا قاعدين تحت صليب دي شهادة الرومان دي شهادة المريمات دي شهادة كل اللي كانوا موجودين عند صليب يسوع المسيح انه صرخ سمعوا صوته وهو بيصرخ بصوت عظيم ويقول كتاب واسلم الروح وكانت هناك نساء كثيرات كان هناك نساء كثيرات وهن كنا قد تبعنا يسوع من الجليل بخدمته وبينهن مريم المجدليه ومريم ام يعقوب ويوسي وام ابني زبدي ولما كان المساء يعني خلاص اسلم الروح وجي المساء جاء رجل غني من الرامه اسمه يوسف وكان يوسف الرامي عضو من اعضاء مجمع السنهدريم يعني واحد من قاده اليهود. كويس؟ هذا الشخص وكان هو ايضا تلميذا ليتوع فهذا تقدم الى بيلاطس وطلب جسد يسوع طلب ايه؟ جسد يسوع. لما يقول جسد يبقى الروح فارقه. فامر بيلاطس حينئذ ان يعطى الجسد فاخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي ووضعه في القبر. يبقى شهاده المريمات اللي كانوا موجودين شهاده يوسف الرامي نفسه لما اخذ الجسد. شهادة أخرى في لوقا 23 وفي عدد 46 ونادى يسوع بصوت عظيم ولما يذكر الكتاب أكثر من شاهد عن نفس الحدث يبقى هناك مصداقية تاريخية ونادى يسوع وصرخ يسوع بصوت عظيم يا أبتاه في يدك أستودع روحي ولما قال هذا أسلم الروح وكان جميع معارفه ونساء كنا قد تبعنه من الجليل وكل هؤلاء وإذ رجل اسمه يوسف وكان مشيرا ورجلا صالحا برا، هذا لم يكن موافقا لرايهم وعملهم، وهو من الرامه مدينه اليهود وكان هو ايضا ينتظر ملكوت الله، هذا تقدم الى بيلاطس وطلب جسد يسوع. وانزلوا ولفوا بكتان ووضعوا في قبر منحوت حيث لم يكن احد وضع فيه وضع فيه قط. شوفوا بقى يوحنا كمان الحبيب قال لنا. يوحنا فلما اخذ يسوع الخل يوحنا كان عند الصليب لان الرب يسوع تكلم الى يوحنا عندما قال ليوحنا هذه امك اشاره الى مريم العذراء، وعندما ايضا قال لمريم العذراء هذا ابنك ومن هنا اخذها يوحنا وصارت له يعني كأم يهتم بها ويرعاها، فلما اخذ يسوع الخل قال قد اكمل ونكس رأسه وأسلم الروح ثم إذ كان استعداد فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت يعني احنا داخلين على العيد والفصح والسبت وطبعا مش مفروض انه يكون الاجساد موضوعه يوم السبت الجسد الميت بيبقى بيبقى في فكر اليهود ايضا نجس ولابد انه يوضع في القبر اكراما لي لان يوم لان يوم ذلك السبت كان عظيما وهو كان عيد عيد الفصح سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سيقانهم ويرفعوا يبقى لو هم ما ماتوش يتكسر الساق فلما يتكسر الساق ما يقدرش ياخد نفسه يعني الـ الـ المتعلق على الصليب بياخد نفسه بأنه بيزق جسده الفوق فياخد نفسه إلى أن يفقد كل قواه الجسدية وقتها ما يقدرش ياخد ولا نفس فيموت فقال انه احسن طريقة نعجل بيها الموت ان احنا نكسر سقانهم فاتى العسكر وكسروا ساقي الاول والاخر المصلوب والاخر المصلوب معهم واما يسوع خلوا بالكم واما يسوع فلما جاءوا اليه لم يكسروا ساقيه لانهم راوه قد ايه قد مات دول عساكر رومان دول دول لم يعتقدوا انه مات دول ما اتخدعوش انه مات دول اتاكدوا انه مات لانه دي مسؤوليه شخصيه عليهم لابد انه يتاكد انه مات فتاكدوا انه مات وعلشان يزيد التاكيد بتاعهم طعنوا احدهم بحربه في جنبه وللوقت خرج دم وماء نزيف القلب انفجر يعني موت تأكدوا انه مات النسوة تأكدوا انه مات يوحنا الحبيب تأكد انه مات القادة الرومان تأكدوا انه مات ويجي لي بعد يعني آآ آآ 600 سنه يقول وما قتلوه وما يعني ما ماتش خلاص لا ما ماتش وبعدين يجي الشيخ زاكر يقول لا 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 ده ده هم اعتقدوا انه مات وهو المسيح ما قالش انه مات فين في الكتاب المقدس يقول الكتاب المقدس انه مات هات لي نص مكتوب بالخط الاحمر يعني كلام يسوع كلام يسوع جبناه كله عن موته، عن رفعه، عن أن يصلب، عن أن يموت. كل هذه الأشياء. فموت المسيح لأنه الله كان مصالحا العالم لنفسه غير حاسبا لهم خطاياهم في الصليب. عشان كده دايما إبليس من من أول ما تجسد الرب يسوع ونجد مقاومة غير عادية من إبليس انه يعني يلغي فكرة الصليب انه يمنع المسيح اولا من الذهاب للصليب وحاول مرات ومرات وبعد لما المسيح مات انه يقنع الناس انه ما ماتش لكن الحق الكتابي يقول لنا انه مات المسيح مات من اجل خطايانا المسيح مات وبرهان موته هو إنه دفن في قبر يوسف الرام وقعد في القبر ثلاثة أيام وخرج زافرا منتصرا على الموت نحن نعبد يسوع الحي نعبد يسوع الحي الذي قام من بين الأموات طيب أجي لي موضوع القيامة وموضوع القيامة موضوع مهم قوي لأنه زي ما قلت أن القيامة هي روح الإيمان المسيحي يعني الصليب لوحده بدون القيامة جسد ليس فيه روح لكن الروح في الإيمان المسيحي هي في الإيمان بقيامة يسوع المسيح في إيميل الإيميل دون اتبعت من اخت من الاخوات وحطيته على صفحتها على الفيسبوك بتاريخ 30 ابريل وحتى كان الساعه 7:30 صباحا او 7:23 دقيقه 7 الساعه 7 سبعة والدقيقه 23 صباحا وحطيته معايده للاخوه المسيحيين طبعا الأخت اسمها هالة، أنا مش ه... يعني مش هقول كل الإسم، هو الإسم الثلاثي لكن هقول بس الإسم الأول. واكتشفت إنه هناك أكثر من 1400 لايك على على هذه المعايدة، وأكثر من 450 مشاركة، الناس يعني عملت شير للمعايدة بتاعتها، وكمية رهيبة جدًا مئات التعليقات على اللي قالته، فأنا حابب آخد اللي قالته و... وادخل منه على موضوع القيامه لانه اللي قالته الاخت هاله آه كلام جميل و... و... وكلام آه منطقي و... و... وحابب انه اقرا اجزاء منه. اولا آه بتقول الى الاخوه المسيحيين كل عام وانتم بخير. آه رغم عدم ايماني بوجود الله، الا اني اتوقف امام العديد من الامور في المسيحيه وأتشكك في أمور يرددها الملحدين مثلا يقولون أن المسيح أسطورة قديمة ولم يكن موجود وهنا أرفض كلامهم لأنه لو لم يوجد ولم يصلب لكان اليهود أول من رددوا الأمر فهو فرصة لهم لكي يتبرر يتبرأوا من دم شخص يدين بديانته أغلب العالم وأيضا ليؤكدوا فكرتهم أن المسيح الحقيقي لم يظهر بعد لكن في كتب التاريخ ومنها كتب يهوديه هناك اقرار بصلب شخص المسيح وده اعتراف منها هي باحثه بتدور عن الحق هي آه يعني آه هي هنا بتقول انها لا تؤمن بوجود الله فممكن اقول يعني آه او باحثه عن الله لانه في الاخر بتقول انه انه انها بتبحث باحثه عن الله ومن ضمن الحاجات اللي بتقولها انه مش ممكن ابدا المسيح ما صلب او من ما يكونش شخصيه تاريخيه لانه الكتب الكثيره سواء اليهوديه او التاريخية بتذكر لنا الكثير من حياه الرب يسوع وبتذكر لنا ايضا حياته وبتتكلم عن صلبه. بعدين بتقول ابحثوا في جوجل عن حقيقة صلب المسيح من خارج الكتاب المقدس في كتاب ترجم أيضا العربية وهو المسيح خارج الكتاب المقدس والأدلة كثير جدا وعملنا أكثر من حلقة حتى مع الأخ رشيد في سؤال جريء هناك حلقة كاملة عن صلب المسيح خارج أو في الوثائق الرومانية واليهودية خارج الكتاب المقدس دول نأتي إلى أهم نقطة تحيرني وتربكني وهي تلاميذ المسيح لماذا قرروا جميعهم الزهد وترك العالم وتكريس حياتهم للبشارة وتعرض وتعرضهم لما تعرضوا له لما شكوا فيه ولا كانوا تبعوه وصلوا بمعه ولم ينكروا ولم ينكره بطرس للمضايقات والتعذيب والموت من أجل التبشير بالمسيحية هل غسل المسيح عقولهم يعني لا كانوا أشخاص عقلانيين ولم يغسل المسيح عقولهم ولم يبشروا به لأنهم لم يقتنعوا أنه قام أنه قام حتى بعد أن أخبر أخبرتهم مريم لأنهم عقلانيين مثلي تماماً يعني حتى هم مش امنوا على طول اول ما مريم قالت لهم انه المسيح قام هم راحوا وراحوا للقبر و... و... وحتى لما وجدوا القبر الفارغ لم يكن القبر الفارغ دليلا كافيا على اقناعهم بان المسيح كان قد قام احتاج الى ظهور المسيح لهم مره واثنين لكي ما يؤكد لهم وكانت نقطه تحول التلاميذ انه ظهورات المسيح لهم آه وكلامه آه معاهم يقول الكتاب من الصعب تصديق ذلك في عدد في عدد الاشخاص من الاشخاص هل يكذبون وهل يضيع يضيع الانسان حياته من اجل كذبه ويتعرض للموت من اجل خرافه وايضا لم يكن ايمانهم بذلك من اجل حكم او مال او نساء كما فعل اصحاب محمد ايضا لو كانوا يكذبون وتواطؤوا في كذبه لظهرت بينهم خلافات وانقلبوا على بعض وحاربوا بعضهم امور كثيرة تحيرني في هذا الامر، لماذا قرروا فجأة التضحية بكل شيء في سبيل الرسالة؟ ومن اين جاءتهم الحكمة ليكتبوا ما كتبوه وهم اشخاص عاديين ليسوا مفكرين او حكماء، لا اعلم ولكني افكر وساظل افكر حتى استقر على الحقيقة، ربما ينضج عقلي يوما ما وادرك انهم على حق. او اظل على افكاري ومبدئيا استقريت على الموافقه على اكثر من 90% من التعليم التي وردت على لسانهم ولا اخالفهم فيها وسادع الامر للمستقبل كل عام وانتم بخير و... وكل عام وانت ايضا بكل خير ونصلي آ... ان رب آ... يكمل مسيرته معاكي وانه ايضا يقودك الى شخص يسوع المسيح الذي هو الطريق والحق والحياه. آه، القيامه واحده من الاشياء بتقول انه ايه اللي خلى التلاميذ يتغيروا بهذا الشكل؟ ايه اللي حولهم الى هذا؟ هل هم كانوا يتبعون كذبه؟ هل هم تبعوا كذبه آه آه انه المسيح صلب؟ إذا كانت هذه كذبة وهل الإنسان يموت من أجل كذبة هل هم تبعوا كذبة اخترعوها وقالوا أن المسيح قام و... و... وهل ممكن إنسان يموت من أجل كذبة يعني يبقى عارف أنه هو كذبة ممكن الإنسان يخدع طبعا لأنه عارفين أنه انه آ... آ... يعني اتباع ابليس آ... آ... خدعهم ابليس باشياء كثيره جدا آ... وللاسف آ... آ... كثيرين من الناس خدعوا بمعلمين كذبه ووضعوا حياتهم من اجل المعلمين الكذبه لكنه تكلم عن انه هم اللي اخترعوا فكره القيامه او لو هم اللي اخترعوا فكره الصلب كيف لانسان يعلم انه اخترع كذبه ويموت من اجل هذه الكذبه اجي الى اعتراضات على قيامه المسيح قبل ما اتكلم عن الاعتراضات حابب اتكلم اولا عن امتحان مصداقيه الكتابات التاريخيه احنا في دراستنا للكتابات القديمة وللكتابات التاريخية بيبقى عندنا حدث ليتسي مثلا احنا عندنا معركة حصلت معركة كركميش حصلت او معركة من المعارك المشهورة اللي قادها الاسكندر الاكبر فده الحدث التاريخي الحدث التاريخي ده لما يوضع مكتوب كويس ده بنسميه كتابات تاريخية كتابات تاريخية والكتابات التاريخيه متعدده الاسلوب يعني يعني في, في كاتب بيبقى بيكتب يوثق الاشياء يعني بسميها دوكيومنتري انه بيوثق اللي حصل هو مش بيحط انطباعاته هو بيوثق بيقول انه الاسكندر الاكبر كان عنده آه مثلا 250 الف محارب آه استخدم آه مثلا افيلا آه آه حاصر المدينه كم يوم آه آه الـ الـ الاعداء آه عملوا ايه هو بيكتب توثيق فده نوع من الكتابه التوثيق لكن ممكن ايضا الكاتب يكتب بطريقه آه 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 نثريه بحيث انه انه يتكلم عن ايه اللي حصل للناس يتكلم عن المعاناة اللي عنها اللي عنوها الناس يتكلم أيضا عن إزاي أنه شاف أشياء وأنه إزاي أنه رأى الأمور ويحط أيضا إنه 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 شاف المعركة انتهت بأي شكل إلى آخر هذه الأشياء وفي بعض بيكتب أيضا التاريخ بطريقة شعرية بيحطه في قالب شعري بيتكلم عنه كشعر لما نيجي بقى للكتاب المقدس هنا لما نيجي للكتاب المقدس والكتاب المقدس هو تسجيل معاملات الله، هو قصة الله مع الإنسان، تسجيل المعاملات الله في التاريخ البشري. وعشان كده الكتاب المقدس بيعتبر كتاب تاريخي، هو ليس الغرض منه الأول هو غرض تاريخي، لكنه هو صادق في كل التاريخ الذي ذكره، زي ما ايضا الكتاب المقدس ليس غرضه الاول هو كتاب علم لكنه ايضا صادق في كل ما يقوله عن العلم. الكتابات التاريخيه بنسميها هيستوريوجرافي ودي كلمتين هيسترو ودي تاريخ وبعدين جرافي باليونانيه معناها رايتنج او بتكتب فانت بتكتب التاريخ. ايه بقى مصداقيه يعني لو انا عندي متى ومرقس ولوقا ويوحنا كتبوا عن الصلب وكتبوا عن القيامه قيامه الرب يسوع وهم كتابات بنسميها كتابات تاريخيه توثيق بيكتبوا لنا ايضا الاحداث كما حدثت لانهم كانوا شهود عيان فالكتابه التاريخيه هي كتابه التاريخ كتابه التاريخ بدقه على اساس تقييم الماده المختاره طبعا الكاتب التاريخي مش بيكتب كل التفاصيل ممكن الكاتب يبقى بيقدم تقريره مثلا للملك او بيقدم تقريره للكونجرس او بيقدم تقريره للناس او بيكتب الحدث التاريخي بغرض ما يعني يهدي وعشان كده مش بيكتب كل التفاصيل لكن ممكن يكتب التفاصيل المهمه أو اللي تقدم الحق لكنها ايضا تخدم الغرض ويخضع للمعايير العلمية أي كتابة تاريخية بتخضع للمعايير العلمية وعلى فكرة يعني كل اللي احنا نعرفه عن الإسكندر ونعرفه أيضا عن أرسطو وعن غيره اتكتب بعد هؤلاء بمئات السنين يعني آآ آآ خدنا حلقات عن مخطوطات الكتاب المقدس وشفنا أن واحدة من الأشياء العظيمة اللي بتميز الكتاب المقدس عن أي كتاب آخر هو أنه الكتاب المقدس كتب في فترة زمنية قصيرة جدا بعد الحدث. يعني يعني لما نتكلم عن القيامة هنشوف انه كان في كتابات يعني بترجع للسنة الرابعة والخامسة والستة بعد بعد القيامة واستخدمت ايضا في كتابة الكتاب المقدس يعني يعني فترة زمنية فترة قليلة جدا. الاساطير بتحتاج الى مئات السنين علشان تكتب لكنه الكتاب المقدس ليس اسطوره لكنه كتاب تاريخي و... واتكتب في وقت كان معظم الناس احياء الناس اللي عصره الصلب والناس اللي عصره القيامه. أه هل بقى الاناجيل هل الاناجيل هي تسجيل لاحداث تاريخيه؟ كويس؟ او كما يدعي البعض انها كتابات اسطوريه؟ هل هي ميث او ليجند يعني زي ما معروف عن الكتابات اليونانيه القديمه المشهوره او الكتابات البابليه المرتبطه بالاسطوره هل الغرض منها هو تقديم يسوع التاريخي ام الغرض منها انه يقنع الناس بس انهم يقبلوا يسوع وبالتالي بيحط بعض الحشو من عنده والحاجات الفوق الطبيعيه اللي عملها يسوع عشان يقول انه يسوع ده كان شخص عظيم أم هي تسجيل حقيقي أمين لحياة ولشخص المسيح يسوع هناك معايير أكثر واحد يتكلم عن القيامة يعتبر من المدافعين عن قيامة المسيح اسمه ويليام لين وهو أستاذ للدفاعيات في جامعة بيولا يونيفرسي في كاليفورنيا واتكلم كثير عن قيامة المسيح لكنه دكتور ويليام حطلنا معايير الأصالة يعني ethnicity يعني النص ده أصيل أم النص ده دخيل النص ده حتى لما بيجوا مثلا يشوفوا صوره مثلا رسمها ليونارد دافيتشي لازم يرجعوا الى الاصاله، هل الصوره دي هي فعلا الصوره الاصليه وليها معايير كثيره عشان يحكم عليها ولا الصوره دي تقليد حد رسم صوره وقال انها بتاعت ليونارد دافيتشي. هل الكتاب المقدس هو كتاب اصيل وبالتالي مصداقيته تكون مؤكده ام هو كتاب اتكتب و... 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 واتحرف و... ودخلت قصص عليه وقصص الصليب وقصص القيامه ما هي الا اسطوره اضيفت الى حياه الرب يسوع، لكنها لم تكن جزء من حياتي. وطبعا هناك ثلاث معايير للاصاله او المصداقيه. والثلاث معايير دول اتكلم عنهم الدكتور ويليام في كتاباته عن القيامه اول حاجه قال لنا شهادات متعدده يعني عشان اعرف انه الحدث نفسه حصل لابد انه يكون هناك اكثر من شهاده لاشخاص متعددين كتبوا عن هذا الحدث يعني يعني شهادات متعدده واحنا عندنا متى وعندنا مرقس وعندنا لوقا وعندنا يوحنا وعندنا بره دون عندنا يوسيفوس وعندنا تاسيليوس وعندنا غيره وغيره من الكتاب المؤرخين الرومان واليونانيين اللي ارخوا التاريخ وذكروا من ضمن ما ذكروا ذكروا اشياء عن يسوع الذي صلب يسوع الذي يعبد من المسيحيين فهناك شهادات متعدده لاي مصداقيه عن حكاية أو عن قصة أو عن حدث لابد أنه يكون هناك شهادات متعددة وعندنا هنا وعن متى تتكلم عن موت المسيح وعن قيامته مرقس اتكلم عن موته وعن قيامته لو أتكلم عن موته وعن قيامته يوحنا اتكلم عن, عن موته وعن, موت وعن قيامته وقلت زي ما قلت هناك أيضا العشرات من الذين تكلموا عن هذا الموضوع كمان جزء اخر هو التماسك يعني يعني هنا ليس هناك تعارض في الروايه الكتابيه انه الحدث واحد بيشوفوه من زوايا مختلفه لكنه الحدث واحد فلما بيكتبوا بيكتبوا عن الحدث وهناك هناك تماسك بنسميه coherence ما بين الروايه ما فيش تعارضات وتناقضات ضخمه يعني واحد ما فيش واحد قال ان الرب يسوع صلب مثلا على خشبه واحد قال لا لا, لا ده ما صلبش على خشبه ده يعني قطعوا رقبته مثلا او انه حكموا عليه بموت اخر اتكلموا عن الصلب اتكلموا عن المحاكمه بيتكلموا عن القبر بيتكلموا عن يوسف الرامي بيتكلموا عن التفاصيل دي كلها موجوده وهناك تماسك وتناغم ما بين الروايه الكتابيه في الاربع اناجيل الحاجه الثالثه والمهمه ايضا هي انه هناك بعض الامور اللي ممكن واحد يذكرها والاخر ما يذكرهاش بنسميها تباين في هناك تباينات يعني 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 مثلا متى يذكر لي عن مريم المجدلية لكنه ما يذكرش عن المريمات الأخرى لأنه تركيزه عن مريم المجدلية كذلك يوحنا إلى آخر بعض التفاصيل هناك تباين وعشان كده التباين دون في الـ 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 النقاد الـ الـ المتخصصين في دراسة الكتابات التاريخية مهم أو التباين ده لأنه بيقول لنا أنه الكتاب اللي عايز يخدع الناس اللي عايزين يخدعوا الناس بيتفقوا على التفاصيل يعني يعني آه يعني لو انا وغيري وغيري حبينا نكتب حاجه ونخدع بيها الناس فنقول علشان الناس ما تاخدش بالها وعلشان الناس نخدعها احنا لازم نتفق على التفاصيل ما حدش فينا يعني حتى لما يبقوا اثنين شهود كز... شهود كاذبين و... او كذبه وياخدوهم للمحكمه قبل ما يروح المحكمه يقول لك بص احنا عايزين نقعد ونتفق على ايه على كل حاجه حتى التفاصيل الصغيره لانه لو احنا قلنا تفاصيل مش, اه مش زي بعض ممكن يعرفوا ان احنا ايه اه 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 كذابين فبيتفقوا تلاميذ المسيح لم يتفق يعني مش كل حاجه كتبوها كتبوها بنفس الاسلوب مش فوتو كابي مش واحد خد من الثاني خد من الثالث خد من الرابع لكنهم لانهم شهود عيان عيان صادقين في كل ما كتبوا كتبوا ايضا بغرض لاهوتي وهو توصيل الرساله لفئات مختلفه من الناس ولتحك... وتوضيح الحق الالهي فعش كده ممكن نجد تباين التباين دليل على المصداقيه وليس دليل على التحريف وده جزء مهم قوي في دراستنا فالتلات اشياء دول ها التلات امتحانات تسميهم تيست تلات امتحانات لي، او لمصداقيه اي لمصداقيه واصاله اي شيء بي، بيدرسه الانسان الشهاده المتعدده التماسك وايضا التباين طيب اما نيجي بقى لحقائق مرتبطه ب بقيامة الرب يسوع الحقيقة الأولى اللي احنا بي بيذكرها الأربع أنجيل وبيقدموها بكل وضوح أول حاجة زي ما قلت في ثلاث حقائق بيقدموهم الاناجيل الاربعه، اول حقيقه القبر الذي دفن فيه يسوع وجد فارغا، دي, دي دي الحقيقه الكبيره. ان الاربعه بيقولوا نفس الحكايه، انه راحوا للقبر وجدوا الاكفان موضوعه لكنه لم يجدوا احدا. كويس ده لما المريمات راحوا الصبح لقيوا الحجر مدحرج والقبر فارغ فمشكله القبر الفارغ مشكله كبيره جدا وحقيقه جدا بنجدها في الاربع اناجيل الحقيقه الثالثه الثانيه التلاميذ نفسهم اختبروا لقاء مع يسوع المقام كلهم راوا يسوع المقام يعني يعني بطرس ويعقوب و, و والتلاميذ من غير توما، والتلاميذ مع توما، التلاميذ في العليه، و والتلاميذ لما راحوا يصطادوا مع بطرس، كلهم تقابلوا مع الرب يسوع مره ومرات، كويس؟ هناك شهاده واضحه جدا في الكتاب المقدس في الاناجيل على ان التلاميذ راوا يسوع المسيح، ولم يكن خيالا لانهم قعدوا معاه وجسوه وكلوا وشربوا معاه، فكان م موجود معاهم. الحاجه الثالثه نتيجه لوعظ وتبشير المؤمنين وتلاميذ المسيح بالقيامه انتشرت المسيحيه في كل المسكونه طيب احنا عندنا الحقائق دي بقى الحقائق الثلاثه دول ازاي بقى نفسر الحقائق دي نفسرها ازاي ايه افضل تفسير ممكن الانسان يقدمه لتوضيح هذه الحقائق الثلاثه الأبر الفارغ التلاميذ اللي تقابلوا مع المسيح انتشار المسيحية نتيجة الوعظ بقيامة المسيح كويس ده النقطة المهمة قوي هذه الحقائق مهمة جدا جدا القبر الفارغ والظهورات والتبشير بقيامة يسوع المسيح الحاجات دي كلها باقي بنقولها لأنها مهمة قوي أنا عارف يمكن بعض المشاهدين بيقول لي يعني آه عايزين ندخل على طول في الموضوع هندخل في الموضوع هنتكلم عن عن آه القيامة بالتفصيل ونتكلم عنها لأنه النهاردة احنا بنعيش في مجتمع مش بس العالم الإسلامي بيرفض آه الصلب والقيامة لكن هناك أيضا كثيرون من أبنائنا اللي بيفكروا بطريقة عقلانية واللي أيضا آه ما بيجدوش ردود آه مقنعة آه لهم على اسئلتهم، فحلو ان احنا ندرس هذه الحقائق الكتابيه ونقدمها ايضا بغرض انه نقنع اولادنا ونقنع الذين نتكلم عنه يكون عندنا اجابه عن كل من يسالنا عن سبب الرجاء الذي فينا، الحقيقه هي ان المسيح مات من اجل خطايانا وبرهان موته هو الدفن. والمسيح أيضا قام من أجل تبريرنا وبرهان قيامته هو ظهوره إلى أن نلتقي بحلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم